هذا الموضوع بالفعل نوقش داخل الحكومة اليوم ونوقش بشكل مستفيد والهدف طبعا هو انه نعطيو واحد المجموعة ديال الإمكانيات القانونية والإمكانيات عبر مراسيم واحد المجموعة ديال المستوردين للبحث ولكي يستطيعوا أن يمونوا السوق الوطنية باللحوم الحمراء لأنه كان واحد المرسوم عملنا الاستيفاء على الحيوانات اللي كيتجاوز الوزن ديالها 550 آه كيلوغرام لكن هذا هذا هاد 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 الوزن هذا للاسف آه مختلف المستوردين لقاو صعوبات باش يلقاو هذه الحيوانات في هذا الحجم هذا خاصه في واحد المجموعه ديال الاسواق خاصه الاسواق ديال مجموعة ديال الدول اللي بعيده عن 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 الفضاء ديال الاتحاد الاوروبي اللي كيتعتبر هو يعني الفضاء الاول اللي كي اللي كيقبلوا عليه المستوردين فبالتالي كان طبيعي جدا ان الحكومه تتعامل بهذا بهذا بهد المرسوم هذا عاودنا شفناه آه لغينا الوزن بشكل نهائي ما بقيناش كنتكلموا على الوزن الهدف هو انه نعطيهم امكانيه انهم يلقوا هذه الحيوانات يعني من مختلف الاوزان باش نقدروا نمونوا السوق بشكل سريع وايضا غادي تكون واحد المجموعه ديال الميكانيزمات الاخرى اللي الحكومه سوف تعلن عليها في الايام القليله المقبله واللي الهدف منها طبعا هو اننا نشجعوا هاد هاد الاستيراد ديال هاد المواد لان الاسباب الاسباب تنعرفوها الكوفيد خلى تداعيات واليوم كان كنحسوا بها تاخر ديال الامطار الغلاء ديال الاعلاف كلها عناصر تدخلت فيما بينها واعطت هاد الـ هاد الـ يعني هاد الشح نسبيا في هاد المواد هاد على المستوى الوطني واللي خلق واحد النوع ديال الارتباك في السلسله فالهدف من هذا الرسم من هاد المرسوم طبعا هو اولا نفتحوا لجميع المستوردين باش منين يمشي يبغي يستورد ما يبقاش يعبر هذه فيها هذا الوزن وهذه ما فيهاش هذا الوزن نعطيهم الامكانيات انهم يجيبوا بسهوله يعني كبيره ويولجوا الاسواق حتى الاسواق اللي معروفه بانها كتوفر على واحد الاوزان معينه واللي غتوجه طبعا مباشره للذبح باش نغطيو الاحتياجات اللي اليوم مطروحه في السوق الوطنيه